ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحلقة اللي فاتت بصراحة أثارت جدل كتير قوي، منها اللي ما كانش مصدق إن يعني بيع الضمير بقى سهل كده، وإن إزاي حد يقدر يخدع ويكون أسرة ويدخل على إنسان يظلمه ويخدعه ويكون أسرة، وناس كتير بصولها من إن إزاي ندخل الحاجات دي بيوتنا وازاي الاعلام يتكلم في المواضيع دي. فاحنا المفروض ندفن راسنا في التراب، وده اللي هيحصل بالفعل يا جماعه. حاضر، هندفن راسنا في التراب ومش هنقول كلام الحق. ولكن انا عندي توضيح صغير جدا لاهالينا ولمشاهديني اللي تعودوا مني ان انا بجيب كل الايجابيات. وعلى فكره انا لما جبت الموضوع ده كنت جايباه من باب الايجابيات، من باب ان احنا نقضي عليه ونقضي على ظاهره منتشره جدا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الهدف منها ان احنا نحارب نوع من انواع الفساد. وفي ناس كتير جدا طبعا بشكرهم جدا، اصحابي اللي ساندوني ومشاهديني الحلوين ومتابعيني. واحنا كمان قدمنا بلاغ للنائب العام وتولاه المستشار القضائي والمستشار القانوني لبرنامج حاجه حلوه، المستشار رامي خزيم، بنرحب بيه لانه بادر واتصل بينا وتبنى الموضوع وهو هيكمله ان شاء الله. ولكن انا عندي توضيح بسيط قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده اللي هو هنقفل بيه الحلقه اللي فاتت والجدل اللي كان كتير فيها. أنا بس كان كل الموضوع إن أنا كان خوفي على بناتنا وخوفي على شبابنا إن الموضوع ده ما يكونش يكون الموضوع أكبر من غشاء بكارة أو يكون من عملية إجهاض أو الكلام ده كله، إن الموضوع ممكن تكون تجارة أعضاء مثلا، البنت تروح وبتتخدر ما بتصحاش تاني، وزي ما بنسمع بناتنا فين، في اختفاء، في حالات اختفاء كتير جدا في مصر. كان الهدف إن أنا أقول للناس خدوا بالكم، خدوا بالكم من ولادكم، رجعوهم للدين تاني، نهتم بديننا شوية، نركز مع اولادنا ومع حياتهم ومستقبلهم لانهم حاجه مهمه جدا. الحاجات دي بقت سهله جدا ومتاحه على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا ده مش لصالحنا ولا لصالح مجتمعنا، احنا مجتمع شرقي رافض الكلام ده، بس احنا ما بنحبش نواجه نفسنا. خلاص اوكي ما فيش مشكله، مش هنواجه نفسنا باي حاجه تاني، هنقضيها زي ما انتم عايزينها حاجه حلوه. اللي هو النهارده معنا اخبار كتير حلوه، انا مش عارفه اقول ايه طبعا لان انا مش عارفه اتكلم في الموضوع. ولكن انا بشكر لتاني مره المستشار القانوني احمد المستشار رامي خزيم اللي اتصل بينا واتبنى الموضوع، وان شاء الله هو هيكمل البلاغ مع سياده النائب العام وهيشوف وزاره الصحه. وبمناسبه وزاره الصحه، قبل ما نطلع من الخبر ده عايزين ندخل على خبر تاني مهم جدا، وهو خبر اللي حصل النهارده في مستشفى دياربي نجم. انا مش شايفه الورق بس الموضوع معايا. يعني النهارده حصل كارثه بجميع المقاييس، وربنا يستر ما تتكررش تاني في مستشفى ديار بنجم. كان في بصراحه مش هنقدر نقول بالظبط ايه اللي حصل او ايه بعد الموضوع، لان تم التحقيق فيه وسيد رئيس الوزراء ادى اوامر او طلب من السيده وزيره الصحه تتحرك لهناك، وتم اغلاق المستشفى لحين يعني التحقيقات ما تخلص. واحنا مش هنقدر نتعدى ده، وهنحترم وزاره الصحه وهنحترم، عارفين ان هم هيبذلوا يعني قصارى جهدهم عشان يثبتوا للناس ان الخطا فين، وما فيش حد مش هيتحاسب، ما فيش حد فوق القانون. يعني ان شاء الله هنستنى نكمل الاخبار معاكم الحلقه الجايه، عشان مش عايزه اتكلم في حاجه لسه ما اعلنتش رسميا. ولكن طبعا البقاء لله لاهالي المتوفيين، وربنا يا رب يتم شفاء الباقيين اللي هم في حاله خطر على خير يا رب. ممكن نشوف بس مراسل الشرقية طمنا على باقي الحالات. مراسل الشرقية معانا؟ طيب حاولوا تجيبونا، عارفة ان الدنيا طبعا مقلوبة هناك في الشرقية فيبقى صعب جدا التواصل معاه، بس نحاول يكون معانا. وندخل على حاجة حلوة، انتوا بتحبوا الحاجات الحلوة، ندخل لكم على الحاجات الحلوة. والله يا جماعه انا ما عارفه الدنيا بايظه معايا ليه النهارده، اصل النهارده حصل دروب جامد جدا قبل الهوا بحكي لكم عليه على الصفحه يا جماعه. ما هو انا طب انا اقول لكم حاجه يا جماعه، احنا ممكن نطلع فاصل وندخل بضيف النهارده ونكمل حلقتنا من غير سكريبت، انتظروني.
النهاردة الحقيقة الدار شرفت بافتتاح أعمال التطوير من قبل السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية، اللي كانت مهتمة جدا بالزيارة إنها تطلع على الأنشطة المختلفة اللي الدار بتقدمها للبنات. كان في زيارة للجيم وقاعة الألعاب الرياضية، ودي قاعة إضافة جديدة تحط أجهزة رياضية للبنات يمارسوا فيها أنشطة رياضية. كان في قاعة، عدة قاعات للتدريب على الحرف اليدوية، عندنا مشغل للخرز، عندنا مشغل تفصيل، وعندنا أيضا قسم للفخار والخزف. زارت سيادتها هذه المراكز واتكلمت مع البنات عن الأنشطة والتدريبات اللي بيحصلوا عليها. أيضا كان في اهتمام بالشق الفني، في مسرح صغير اتعمل، وحضرت حرم الرئيس أغاني البنات قدموها بنفسهم وهم اللي اختاروها وهم اللي عملوا عليها استعراض قصير. وكمان كان في زيارة للوحدة أو العيادة. العيادة مهمة جدا لأن هيبقى فيه لأول مرة ملف طبي لكل نزيلة، وهيبقى فيه متابعة للحالة الصحية. طورنا العيادة وجهزناها ويبقى فيها ممرضة مقيمة وزيارة 3 مرات من الطبيب. أيضا كان في مدرسة ابتدائي موجودة جوه الدار، المدرسة بيشرف عليها وزارة التربية والتعليم. حرم الرئيس زارت المدرسة وشافت الفصول وشافت التجهيزات، والحقيقة أوصت بأن احنا نبتدي نجهز للأولاد للبنات الكتب والاحتياجات المدرسية وتزويدهم بكل اللي بيحتاجوه استعدادا للعام الدراسي. أيضا كان عندنا زيارة للمطبخ واطمئنان على الوجبات الغذائية والبرنامج الغذائي، وكان في جزء من البنات موجودين في قاعة الطعام تحدثت معاهم واطلعت على التجديدات اللي حصلت للمطبخ. زيارة حرم الرئيس لدار الرعاية النهاردة يعني ده تأكيد لتبني سيادتها كل أطفال الشوارع، تبنيهم واهتمامها إن هم يتحصلوا على أفضل رعاية. كانت حريصة جدا يكون في مكتبة متواجدة للفتيات عشان يقدروا ينموا المعلوماتية عندهم والتثقيف والتعليم. كصندوق تحيا مصر احنا بندرس المشاريع، وطبعا بيكون من خلال توجيه من سيادة الرئيس، وكمان حرم سيادة الرئيس بتتابع معانا إن احنا بنقدم أحسن خدمة، بنبص على الجدول الزمني عارفين إن احنا نتحرك سريعا، مش بس في محافظة هنا في القاهرة أو الجيزة، ولكن احنا إن شاء الله يبقى في أماكن مماثلة وكمان في المحافظات المختلفة. احنا كنا بنقول من أهم المحاور احنا الاستثمار في المواطن في الشباب، فهم دول يعني ولادنا، ولازم إن هم إن شاء الله ياخدوا كل الخدمات والرعاية اللي أي طفل في بيتنا بياخدها. لأنها حاجة حلوة فبجد موضوع جميل جدا. أطفال الشوارع، أطفال الشوارع دي مشكلة جامدة جدا، يعني دار عليها إشاعات كبيرة قوي، واللي قال سيادة الرئيس بيلم الأطفال دول يعمل زي محمد علي ويطلعهم صنايعية وإشاعات كتير قوي قوي سمعناها، وكانت أزمة، بتشكل أزمة للمصريين. أطفال الشوارع هم يعني بلطجة، يعني مخدرات، يعني مشاكل، يعني سرقة، يعني حاجات كتير قوي. ومن هنا جت المبادرة الجميلة اللي احنا شفناها واللي هنعرف عنها اكتر النهارده وهنتكلم عنها. بس قبل ما اقول واعرف دي في النهارده، عايزه اقول لكم ان المبادره دي جمالها مش فيها او في اللي حصل، بس جمالها ان طفل الشوارع بقى اسمه طفل بلا مأوى وبقى ليه مكان واستغلناه، بيعرف شاطر في ايه، اتعلم، عنده غوي فن، بيغني، بيمثل، ايه هو الحاجه اللي بيحبها، وخرجنا الحلو اللي فيه وقلنا له انت في مجتمعك وسط اهلك وده مكانك وليك بيت وليك اسره وليك اهل. والاحلى من كده لما حرم الرئيس تزورهم والمسؤولين يزوروهم يبقى في متابعه ليهم. وهنعرف اكتر عن الموضوع ده وهنتكلم وناخد ونعرف حاجات كتير عن التقرير الجميل اللي شفناه مع ضيفنا النهارده الاستاذ حازم الملاح، المتحدث الاعلامي لبرنامج اطفال بلا مأوى. اهلا بيك. اهلا بيك حازم، نورتنا. اشكرك. اول حاجه بدايه انا يعني منور حاجه حلوه طبعا، وجيت لنا بحاجه حلوه وفي وقتها، يعني حضرتك جيت في وقتها كنا فعلا محتاجين لحاجه حلوه. عايزين نتكلم عن التقرير اللي شفناه دلوقتي.
طيب انا في البدايه احب اشكرك واشكر اهتمامك بالبرنامج اطفال بلا مأوى، وده بينم ان فيه اهتمام بالقضايا الاجتماعيه زي اطفال الشوارع. اكيد طبعا حقهم. اطفال بلا مأوى ده برنامج قومي بتنافس وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكه مع صندوق تحيا مصر. علشان يبقى فيه شغل مع الاطفال كان لازم يكون فيه احصاء، او عشان يبقى فيه عدد نقدر نشتغل عليه. 2014 اتعمل مسح شامل شارك فيه 3000 باحث، نزلوا كلهم في وقت واحد في جميع المحافظات علشان يحددوا 27 محافظة، 27 محافظة عشان يحددوا حجم الظاهرة على الأرض. وبالفعل المسح دوت أظهر إن في 16000 طفل بلا مأوى، بيتمركزوا فيه 2500 نقطة تجمع. وعشان كده هذا البرنامج بيأتي تنفيذا لهذا المسح. أطفال بلا مأوى هو بيتكون من 5 محاور أساسية. المحور الأول فرق الشارع، وده لأول مرة في تم تصنيع 17 وحدة متنقلة. هذه الوحدات المتنقلة بتجوب المحافظات العشرة اللي هم الأكثر كثافة للأطفال. المسح أظهر إن في 10 محافظات هم القاهرة والجيزة القليوبية واسكندرية والمنوفية والشرقية وبني سويف أسيوط المنيا. دول الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال. إحنا عندنا في 17 وحدة متنقلة يعمل بداخلها فريق مدرب من الأخصائيين اسمه فريق الشارع. هذا الفريق فريق أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، أخصائي نشاط، مسعف، أخصائي إدارة حالة. هذا الفريق بينزل للأطفال في أماكن تجمعاتهم، مش بينتظر إن الطفل يذهب طوعية إلى الدار أو المركز اللي هو فيه. بينزلوا يبدأوا إن هم يتكلموا مع الأطفال أسفل الكباري في مدينة عامة، يبدأوا يجذبوهم. بيلاقوا فعلا تجاوب مع الأطفال دي بسهولة ولا في أطفال بترفض ده؟ بصي، هو كان في الأول كان في صعوبة، لأني طبعا حضرتك عارفة إن في فجوة كبيرة ما بين الأطفال وبين المجتمع. إحنا طول الوقت شايفينهم إن هم مجرمين، إن هم مذنبين، وبالتالي هم مش واثقين قوي في اي تحركات تحصل. عشان كده سالت حضرتك. في الاول كان في صعوبه. كانوا لما الفريق نزل بالوحده المتنقله اللي اشرت عليها من شويه ما كانوش عارفين مين دول. مع الوقت بدا اللي يبقى فيه ثقه ما بين الاطفال والفريق، بدا ان هم كمان يسالوا عليهم، يستنوهم، خصوصا ان الفريق دوت لا يملك غير الاقناع. يعني هو بالزبط. هو مش شرطه، هو بينزل للاطفال لازم امشي معاك بالذوق، بينزل يشتغل معاه، لازم امشي معاك باقتناع، مش هينفع تاخدني خطف. يعني ينزل ياخده مع الوحده المتنقله، يبدا داخل الوحده يقدم له بعض الخدمات كمرحله مؤقته، وبعد كده نحدد مساره. في الاول كان في تحدي زي ما قلت من شويه، لكن مع الوقت بدات الدنيا تبقى افضل، يبقى في يعني ثقه ما بين الفريق. الوحده المتنقله بتقدم خدمات للاطفال، في طبعا جوه بلاي ستيشن عشان تبقى عارفه ان الاطفال محرومين كتير من الحاجات دي، فجوه الوحده المتنقله بيقدروا يمارسوها. في فحص طبي من خلال المسعف اللي موجود بيقدر يقدم الخدمات الطبيه. لا ده استقطاب بطريقه جميله جدا، يعني ان انا استقطب الطفل فالاول اقتنع وراكب وهو قلقان، فركب لقى بلاي ستيشن. في كمان نشاط ترفيهيه، رسم، في اكتر من نشاط بيتعمل داخل الوحده المتنقله، فبدا يبقى في جذب للاطفال. الوحده المتنقله هي اليه مستحدثه، دي ما كانتش موجوده خالص لاول مره في 17 وحده متنقله. هدفها الاساسي ان يبقى في بناء لجسور الثقه ما بين الاخصائيين وما بين الاطفال. طيب الفريق خلاص نزل الشارع وتقابل الاطفال وتم جذبهم وحده متنقله، يبدا يتعمل دراسه حاله عن الطفل دوت، نشوف قصته ايه، بياناته، هو من منين، لاسره، ملوش اسره، عشان نقدر نحدد بعد كده هنشتغل ازاي. نيجي للجزء الثاني في البرنامج، هو تطوير المؤسسات. احنا كان عندنا تحدي كبير في دور الرعايه في مصر، لا يخفى على حضرتك والساده المشاهدين كان عندنا تحديات كتيره، لكن والحمد لله بقى في خطه لتطوير دور الرعايه. احنا اشتغلنا على 6 مؤسسات، ده بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تم تطوير 5 مؤسسات، وزي ما شفنا من شويه دي احدى المؤسسات طورناها، دار العجوزة للفتيات. والمناسبه دوت صرح جميل قوي، وده النموذج، ده فعلا ده واقع، ده واقع. وانا بدو حضرتك، لا المعامله يعني جوه الدار ازاي بتتعاملوا مع البنات تحديدا، وازاي قدرتوا تقنعوا البنات ان هم يمشوا معاكم بسهوله؟ احنا اشتغلنا على خطين متوازيين. اول حاجه اشتغلنا على البنيه التحتيه، ان كان في بعض القصور في التجهيزات والبنيه التحتيه، فتم طب تطوير. طب احنا بنعرض صور الدار دلوقتي المشاهدين شايفينها معانا على الشاشه. تم تطوير بعض المؤسسات كبنيه تحتيه علشان يبقى في مكان نموذجي. دي دار العجوزه للفتيات اللي على الشاشه معانا، دي دار العجوزه للفتيات، عشان يكون في مكان نموذجي ان هو يقدر يقدم الحمايه والرعايه للاطفال. في نفس الوقت كان برضو في اهتمام مع العنصر البشري اللي داخل هذه المؤسسه، فمن خلال جامعه حلوان تم عمل برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات. بنشتغل مع الاخصائيين، المشرفين، مدير المؤسسات، مدير الرعايه. الهدف الاساسي اللي احنا ما طورناش البنيه التحتيه بس، لا احنا كمان طورنا العناصر اللي بتتعامل مع اطفال داخل طيب. الدار.
ده باين طبعا عندنا في الصور، ولكن انا عندي سؤال لحضرتك، هل ده عشان وقت السوشيال ميديا او وقت ما بيكون حد بيزور الدار، ولا فعلا البنات دي بتتعامل معامله فعلا هم وسط اهلهم وهم فعلا في مكان احسن من الشارع؟ شوف حضرتك الصور دي صور حقيقيه، احنا شغالين بشكل مستمر على يعني في رقابه على المسؤولين اللي قاعدين مع البنات داخل الدار. انا بطمن حضرتك ان في كاميرات مثلا، في لان دول بنات اعتقد ممكن يكون ما فيش كاميرات في كل الاماكن. شوف حضرتك الرقابه والمتابعه ليها اكتر من منحنى، اول حاجه في استحداث كاميرات مراقبه موجوده داخل بعض المؤسسات علشان تقدر تتابع بشكل مستمر الاوضاع داخل الدار. كمان في مكون في اصاب لماوه التابع لوزاره الضمان الاجتماعي، في فريق للمتابعه والتقييم بينزل للمؤسسات، بينزل الوحدات المتنقله بدون اذن، بيقدر ان هو يشوف. دي اعمال فنيه؟ دي بناتنا في دار عجوزه كانوا مقدمين عرض مسرحي اسمه بيت الكبير. انا كلمت الحلقه اللي فاتت الفنان علاء مرسي وقال لنا ان في عمل مشترك هنتكلم فيه برضو اكيد. صحيح. مع حضرتك. فاحنا اشتغلنا على العنصر البشري واشتغلنا كمان على البنيه التحتيه، الفريق بينزل بيتابع بدون اذن بيشوف الوضع عشان كمان نطور من ادائنا، كمان في خط ساخن موجود اي مواطن شاف اي مشكله، شاف اطفال في الشارع، مهم جدا يتواصل معانا علشان يبلغنا. طب ما تجهزوا لنا الارقام دي على الشاشه. احنا الخط موجوده معايا. الخط الساخن 16439. 16439. الخط الساخن يا ريت ينزل على الشاشه دوت، بنتلقى فيه البلاغات، شفنا اي اطفال موجوده في الشارع يا ريت نتصل بالخط ونبلغ الفريق. هو بصراحه الفتره اللي فاتت دي فعلا ما بقاش في اطفال في الشارع تقريبا خالص، مش هنقول خالص يعني، بس بنسبه كبيره جدا ما بقوش زي الاول بياع الفل وبياع الورد والمناديل والوزيره بصراحه بتبذل مجهود كبير جدا في الملف ده ونجحت فيه. الدكتوره غاده والي نجحت تقريبا يعني بنسبه 70-80% في الموضوع ده، وان شاء الله مزيد من النجاح. صحيح. احنا شايفين تحركات حتى كمان لو حضراتكم كمان يعني زرتوا المؤسسات دي دلوقتي الوضع الراهن هتشوفوا نماذج ايجابيه. احنا عندنا في دار الحريه دي موجوده في عين شمس، عندنا اولاد أبنائنا في الدار دلوقتي موجودين في الجامعة، نجحوا في ثانوية عامة مرحلة أولى وحاليا في الجامعة هيخشوا بعد كام يوم الدراسة، فده نماذج. إزاي قدرتوا توصلوا لده مع أطفال متربيين في الشارع؟ يعني طبعا إحنا فرحانين إن ده حصل، بس إحنا عايزين نعرف قد إيه المجهود اللي بذلتوه أو إيه الآليات اللي استعملتوها إن أطفال متربيين في الشارع وواخدين سلوكيات طبعا أكيد غير سلوكيات البيت. ده اتغير إزاي بالسهولة دي؟ هو بس الفتره مش طويله من يوم ما اعلنا اطفال بلا مأوى لحد النهارده، دي فتره غير كافيه لتعديل السلوك. شوف حضرتك هو الفريق اللي بيشتغل داخل الدار هو المنوط بالاساس ان هو اللي بيتعامل مع الاطفال بيقدم لهم برامج وانشطه، فالفريق اللي داخل الدار هو فعلا فريق مدرب مجهز ان هو يقدم الخدمه للاطفال، واخدين الموضوع ان هو مهمه انسانيه مش وظيفه. انا عايز اقول ان كتير جدا في مؤسسات مرتبات ضعيفه، لكن الخاصين اللي داخل هذه المؤسسات هم فعلا بيشتغلوا بضمير لان الموضوع هو مهمه انسانيه إنساني بالاساس إنساني. وبالتالي بنلاقي الخاصين بيشتغلوا 10 و12 ساعه لان هم يعني مقتنعين ان ده دور لازم يتعمل في المجتمع، وانا كمان دور المجتمع كمان دور مهم جدا. انا محتاج الوزاره لوحديها مش تقدر ان هي تساهم في حل المشكله، احنا محتاجين يبقى فيه فعلا تعاون، المجتمع محتاجين ان هو يبقى يزور المؤسسات ديت، يلتقي بالابناء، أكيد يشوفهم. أكيد. الفكره مش فكره تبرع بالفلوس، الفكره تبرع بالوقت. بالوقت. المؤسسات تم تطويرها، ما بقاش محتاجين فيها حاجه. عندنا شباب وبنات في الجامعه بيقابلوني كتير جدا وبيعملوا مبادرات حلوه، بيزوروا مراكز كتير زي كده وبيزوروا مستشفى سرطان الاطفال بصفه دوريه. الشباب والبنات دول انا عارفه ان هم قاعدين دلوقتي وعارفين انا قصداهم، يا ريت كمان نزور الدور دي ونشجع الولاد دول ونديهم حماس ونديهم شعلة نشاط، يبقوا شعلة نشاط زينا كده ويحبوا الدنيا، وكمان هم ممكن يسمحوا لكم تاخدوهم معاكم في فعالياتكم. ونعمل أنشطة. يعني ممكن تعملوا أنشطة متبادلة مع بعض. طبعًا نعمل أنشطة ويعملوا معسكرات ترفيهية معاهم، ده مهم جدًا يبقى في دمج ما بين المجتمع وبين المؤسسات دي، بمناسبة هذه المؤسسات المؤسسات مفتوحة. طيب مش إزاي لو البنات اللي أنا وجهت لهم رسالة هم عارفين نفسهم دلوقتي حابين يتواصلوا مع حضرتك، يتواصلوا معاك من خلال الرقم الساخن ولا من لا؟ احنا موجودين في الوزارة كل يوم يسألوا عننا. فين في الوزارة؟ في العجوزة أطفال بلا مأوى في الدور العاشر، يشرفونا وإحنا فتح يعني منفتحين على كل أطراف، بنرحب بكل الأفكار، كل الشباب، إحنا معانا كتير شباب بينزلوا يعملوا برامج تدريبية داخل المؤسسات، طبعًا بنرحب بأي حد إن هو يشتغل معانا. طيب هي المشكلة بالنسبة لكم عشان كده المشروع اتعمل مع صندوق تحيا مصر، كانت المشكلة مادية بس؟ كان في جزء منه تمويل، صندوق تحيا مصر بيساهم ب 114 مليون والوزارة بتساهم ب 50 مليون، يبقى التوتال 164 مليون. جزء كبير رايح فيه تطوير المؤسسات لأن كان عندنا في إشكالية كبيرة في المؤسسات، بالمناسبة هو حصل تقييم من قبل الوزارة، قيمت كل المؤسسات اللي تابعة الوزارة
والتقييم اظهر ان في 6 مؤسسات محتاجين لتدخل عاجل ومحتاجين لتطوير. الستة اللي احنا اشرنا اليهم من شويه، الستة دول بيراعوا البعد الجغرافي، يعني عندنا في القاهره واسكندريه والشرقيه والمنيا، عشان نقدر نغطي المحافظات. يعني دلوقتي عندنا 4 مؤسسات، عندنا 5 مؤسسات بنفتحهم ان شاء الله. في الدار الاخيره اللي هي دار التربيه في الجيزه، ودي اكبر دار على مستوى مصر والوطن العربي. طيب ما فيش تدخل شراكه مجتمعيه مع رجال الاعمال والمؤسسه او الشركه؟ طيب احنا عندنا في شراكه مع المجتمع المدني، معنا المنظمات الاجنبيه والجمعيات الخبيره في هذا المجال، تم دعوتهم في الوزاره عشان نبني على جهودهم، لان احنا هدفنا ان احنا كلنا نبقى في تعاون ما بين الحكومه والمجتمع المدني علشان نطور الشغل في الفتره القادمه. لكن رجال الاعمال لسه اتمنى ان يكون في دعم اطفال بلا مأوى، على الاقل حتى يبقى في دعم معنوي مع الاطفال، نزورهم، يبقى في دايما منح ليهم، لو احنا مثلا في عندنا متفوقين نقدر نساعدهم ببعض المنح الدراسيه، ده حتى هيدي نماذج ايجابيه، وكمان هيكون في خلق القدوه، احنا هم كمان لما يشوفوا ان في قدوه ليهم موجوده ده كمان هيسهل الشغل بتاعنا. استاذ رجال الاعمال، احنا طبعا بنشيدكم علشان خاطر اطفال بلا مأوى، وعشان خاطر مرضانا مرضى ضمور العضلات، احنا لسه لينا حلقات ثانيه نتكلم عنهم حتى ولان البرنامج يتغير، ولكن مش هنسيب الموضوع ده. بنلفت نظركم، انتوا قد حجتكم او السبب ان انتوا ما بتساعدوش الناس دي ان انتوا ما حدش قال لكم عنهم او ما تعرفوش عنهم حاجه او ما فيش حد في الاعلام بيتكلم عنهم، فاحنا بنقدم لحضراتكم الموضوع على طبق من ذهب. ومصر تستاهل واولادنا تستاهل، وكفايه الامن والامان، وان دلوقتي الولاد دي عرفوا ان ليهم اسره وليهم مكان بيجمعهم وبيقدموا من خلاله انشطه وحاجات حلوه. استاذ حازم، حضرتك شايف ان المشروع بتاعكم هيقدر يواجه المشكلة كاملة؟ شوف حضرتك، هو علشان نقضي على الظاهرة تماما ده ما بيحصل، يعني ده مش حقيقي، وفي العالم كله الظاهرة موجودة، لكن احنا الهدف العام بتاعنا اللي احنا نشتغل على 80% نقضي على الظاهرة، ده هدف العام للبرنامج اللي هو الحد من هذه الظاهرة 80%. لو وصلنا ل 80% هو ده النجاح. يعني هما كام طفل بقى؟ يعني لحد دلوقتي وصلنا لكام طفل؟ احنا اشتغلنا مع 12,000 طفل، دول قدمنا لهم خدمات في حوالي 800 ابن، دول تم دمجهم اما داخل اسر او داخل دور رعايه. بمناسبه احنا بنشتغل الهدف الاساسي، لو في ولاد في الشارع ليهم اسر فبيكون الهدف الاساسي. انا كنت لسه اسال حضرتك، لو الولاد بيكون الهدف الاساسي ان هو يرجع اسرته، لان احنا هنكون بديل عن الاسره. طب هتقولي طب في مشاكل بتحصل، في عنف حاصل، هيهرب تاني. هقول لك ان بيتم الحاق الطفل في الدار، بيتم تاهيله، وبيتم من خلال مكون تاني في البرنامج اسمه اداره الحاله. إدارة الحالة من اسمه هو مسؤول عن متابعة الأسرة من خلال مكاتب تبع الوزارة اسمها مكاتب التوجيه الأسري. هذه المكاتب يعمل بها مجموعة من الأخصائيين، دورهم التواصل مع الأسر وعمل زيارات ميدانية عشان نشوف إيه أسباب نزول الأولاد للشارع. بمعنى لو في مثلا أوضاع اقتصادية صعبة، ممكن من خلال خدمات الوزاره ممكن نحسن دخل الاسره، ممكن نعمل لها معاش، ممكن كده تخلي الاسر تبني ولادها في الشارع يا استاذ حازم. لا الفكره احنا عايزين نحسن بس عشان هو عشان بس الاطفال يفضلوا في بيوتهم ما يرجعوش. بعدين يقول لك ده حاجه حلوه بتقول ارموا اولادكم عشان الوزارات تساعدكم، قول حاجه ثانيه. لا هو ما قاعدين لحاجه حلوه، ما قعدش في التلفزيون غير حاجه حلوه. احنا هنحسن من دخل الاسره. من دخل الاسره، فارموا اولادكم في الشارع. كمان عايز اشير لحاجه ثانيه، ودي للاسف في الفترة الأخيرة اتسعت وتيرة العنف الأسري، وإحنا عندنا حالات كتير موجودة في الشارع تعرضوا لعنف من قبل أسرهم، هربوا من البيت بقوا موجودين في الشارع. وأنا يعني من خلال حضرتك والبرنامج أتمنى أن يبقى في نموذج للتربية الإيجابية، واللي إحنا يبقى في تعامل مختلف مع أولادنا، لأني تلاحظ الفترة الأخيرة وجود حالات كتير عنف حصلت وهربوا من بيوتهم حاجات كتير. بالظبط. لا وبس أنا عايز أقول لحضرتك أن في حالات تانية على المستوى الموازي. والله يعني احنا لان انا يعني قابلت اكتر من حاله ولادهم سايبين البيت فعلا ما فيش اي مشاكل اسريه. فاحنا برضو كنت لسه اسال حضرتك ايه الدوافع غير المشاكل الاسريه اللي تخلي الولاد يتفضل الشارع عن البيت؟ هو في ثلاث مشاكل تم رصدها، رقم 1 الفقر، رقم 2 العنف الاسري، رقم 3 الطلاق. دول ابرز 3 مشاكل اغلب الحالات اللي بتجينا من خلال الـ3 حالات دول. والنتيجه بيكون طبعا موجودين في دار الرعايه، يعني بيقدموا لهم الرعايه والحمايه الكامله داخل الدار. عندنا مؤسسات، في مؤسسات نوعين، في مؤسسات تعليميه وفي مؤسسات مهنيه. المؤسسات التعليميه هي كل من بها في مرحله التعليم بيتعلموا في مدارس زي دار الحريه اللي موجوده في عين شمس. عندنا كل ابناء في مرحله تعليم مختلفه، ابتدائي اعدادي ثانوي. عندنا في مؤسسات تعليميه لو الاولاد اللي موجودين سنهم اكبر من هم يتعلموا، او هو اصلا مش غاوي تعليم بيلتحق بورش مهنيه
داخل هذه المؤسسات في ورش نجاره، ورش حداده، ورش لحام، ورش كهرباء، حسب هو غاوي ايه او بيحب ايه، علشان لما يوصل للسن القانوني اقدر ان انا اساعده واوفر فرصه عمل يكون اتدرب بالتدريب الكويس. كمان احنا عملنا داخل الدور في فصول زي ما شفناها في شرف التقرير، في فصول مدرسيه داخل المؤسسات، وده بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، هم اللي بيبعتوا مدرسين بروتوكول تعاون بينهم وبين التعاون. احنا عندنا في لجنه اسمها اللجنه العليا للاطفال بلا مأوى، هذه اللجنه بتضم عدد من الوزارات المعنيه بهذه الظاهره، معانا في وزاره الشباب والرياضه علشان بنقدر نستغل مراكز الشباب عشان يبقى في اوقات ترفيهيه، معانا وزير جميل، وزير الشباب والرياضه، صحيح بصراحه معانا وزير جميل. كمان في وزاره الثقافه، ودي برضو لها دور مهم جدا عشان المكتبات وعشان السينما والمسرح. كمان وزاره الداخليه وليها دور كبير جدا معانا، وفي تنسيق على اعلى مستوى. احنا لسه كان من يومين كان في يوم ترفيهي ل 40 ابن في مدير امن القاهره، ويلتقوا بالظباط ويروحوا لاداره الحمايه المدنيه وخط النجده عشان يبقى في تواصل، يبقى حتى ايوه عشان يحس ان هم فعلا بالظبط كسر الحاجز اللي موجود بين الاطفال والظباط، بقى في علاقه طبيعيه. فده كان ده تنسيق كبير. كمان في تنسيق مع مديريات الامن في العشر محافظات علشان يبقى في الوحدات المتنقله تقدر يبقى في تقدر تتعاون مع اقسام الشرطه عشان لو في حالات تقدر ان هي تبلغ فرق الشارع اللي موجوده عشان يتم الحاقهم في دار رعايه. الاستاذ حازم، لما حضرتك عايش في قلب الحدث، في قلب الموضوع، ايه الحاجات اللي ممكن نتفادى، يعني نعملها نتفادى بيها ان احنا نوصل الطفل، غير الثلاث حاجات اللي احنا يعني ازاي، ايه اللي نقدر نعمله او نساعد بيه من خلال الاعلام او من خلال اي جهه اخرى علشان نحد من الظاهره دي؟ ده سؤال انا اشكرك جدا عليه. احنا للاسف لما بنشوف اطفال في الشارع احنا كلنا بيصعبوا علينا، فاروح اديله فلوس وامشي، اصله طفل. وللاسف دوت بيجيب نتيجه عكسيه. ليه بيجيب نتيجه عكسيه؟ لان ده بيعود الطفل ان هو يقعد في الشارع. هو لما لما كلنا جو يعني يشوف قد ايه اللي احنا متعاطفين، شعب عاطفي اصلا، وبعدين دي اطفال يعني بندفع فلوس، فلاقيه في اللي بيكون في اليوم 100 200 300 جنيه، وبالتالي مهما عملت له من اجراءات هو قاعد في الشارع. حاسس الموضوع سهل، اقعد كل يوم الناس تعدي اديني فلوس امشي. لكن صدقيني الافضل حاجه ممكن نعملها نمنع التسول، اللي احنا نمنع التسول، اللي احنا كمان نشجعهم، يعني ناخدهم في دار، واللي عايز يتبرع يروح في الدار اللي هو فيها يتبرع له. احنا يعني عندنا في دفتر توفير لاولادنا داخل الدور، ممكن يتبرع لاولادنا في دفتر التوفير بحيث لما يوصل السن القانوني يلاقي فيه فلوس تقدر تساعده، تبقى رسمي حتى بدل ما هو يروح يشتري معلش بقى سجاره ولا مخدرات ولا بالشام ولا، يعني يبقى الشارع افضل له في الحاله دي. طبعا. كمان انا عايز اشير لحاجه ثانيه، اللي احنا في حالات كتيره بلغات بتجيلنا من وسائل الاعلام كده زي حضراتكم وزي السوشيال ميديا بلغونا، فالفريق ينزل عشان يقدر يتخذ اللازم. فتلاقي مثلا الام مسرحه اولادها، طيب تعالي نساعد، تعالى كوزاره نساعد الام نعملها معاش، لا طب احنا هنساعدك وسيب الشارع، لا طب ولادك في المدرسه هنحسنهم ووديهم التعليم، لا هي عايز تفضل في الشارع. انا شفت حاله زي دي عشان كده كان سؤالي، هي عايز تفضل في الشارع. لكن احنا صدقيني كل البلاغات اللي بتجي لنا بنتعامل معاها، الفريق بيشتغل يوميا من الساعه 5 للساعه 12 بالليل، بالوحدة المتنقلة موجود، يعني دلوقتي موجود في الشارع حاليا في اللحظه دي، موجود في الشارع بينزلوا بيشتغلوا مع في خطه طبعا ماشيين عليها، في خريطه حضرتك، خريطه موجوده في المحافظات، كل يوم بيعملوا مسح للمنطقه بينزلوا فيها مره واثنين وثلاثه، في حالات بتستجيب من اول مره، في حالات بتستجيب من المره الثانيه. لكن فيما يخص التسول فده بيكون محتاجين في اجراءات مختلفه، لان مش بسهوله يرفضوا، الام بيكون عندها اثنين وثلاثه مسرحهم في الشارع، فعشان تقدر تستجيب ليك الموضوع بصعوبه. وعشان كده احنا محتاجين حتى فكره التسول، يعني ازاي كلنا نقدر ان احنا نساعد، احنا نلغيها، وازاي كمان يبقى في اجراءات قانونيه تقدر تجرم اللي بيحاول اللي هو يعزل دي التسول. عملوها على فكره، اتفعلت فعلا في دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد، في كاميرات مراقبه، لو اي كاميرا صورت حد بيساعد متسول فعلا بيبقى فيها عقاب وفيها غرامه، وده طبعا لتحسين شكل الدوله، وان الدوله مش مخليه حد محتاج، من خلال الجمعيات المساعدات بيكون من خلال الجمعيات او الدور، واعتقد ده يبقى حتى شكلنا احسن قدام العالم كله. فانا بقول حاجه هي صعبه علينا كلنا كمصريين، بس مش هنشجع التسول تاني، لان ده سبب من اسباب ان احنا يبقى فعلا عندنا اطفال بلا مأوى. مش هنقول بقى اولاد شوارع تاني، ما عادش عندنا اطفال شوارع، دي خلاص مش عايزين نقول الكلمه دي خالص، المصطلح ده عايزين ننساه، احنا اطفال بلا مأوى، وان شاء الله بقى ليهم مأوى وهتبقى قد الدنيا. ايه المشاكل اللي بتقابلكم كمشروع في الفتره الحاليه او في البدايه؟ هو كان في البدايه كان الاطفال ما كانوش يعرفوا ان في مشروع قومي تحت رئاسه الرئيس بيقدم الخدمات ليهم، لكن دلوقتي بدا يبقى
يبقى عارفين الاتوبيس، عارفين الوحده المتنقله بتجوب المحافظات، حتى كمان المواطنين بقوا عارفين ان في وحده متنقله حتى شكلها الخارجي والداخلي ملفت، فالناس كلها بقت متعاونه. لكن التحدي الكبير اللي بيقابلنا هو فكره المجتمع. المجتمع محتاجين ان احنا نتقبل، او ما هو الطفل مش هيقعد طول عمره في الدار اكيد، لا هو موجود في الدار كمرحله مؤقته. ما هو ده سؤال برضو كنت هسأله لحضرتك، امتى الطفل ده هيخرج للشارع وهيخرج ازاي وباي صفه؟ شوف حضرتك، هو المفروض ان يعني الطفل اللي ملوش اصلا اسره، هو موجود في الشارع وبقى عند حضرتك دلوقتي وملوش اسره، يعني مفيش شهاده ميلاد، مفيش اسم، مفيش عيله، مفيش بيت، لما الجمعيه او المشروع بتاعكم هيوصل لمرحله سنيه معينه هيبقى مصيره ايه؟ الدار حضرتك هي بتوفر اوراق ثبوتيه، هي اللي بتعمل اوراق ثبوت لابنائها داخل الدار اللي مقيم فيها. قانون الطفل بنشتغل لغايه سنه 18 سنه. بعد سنه 18 المفروض ان هو بيتم دمجه في المجتمع، ولكن عندنا ابناء في مرحلة تعليميه مكملين جامعه، فانا مش هقدر اقول له سيب الدار وامشي وابدا حياتك ارجع الشارع تاني، لا احنا ما عملناش حاجه. الاولاد اللي هم في التعليم بيفضلوا معانا لغايه لما ينتهي من مراحل التعليم مختلفه، بكون انا قدرت ان انا من خلال بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص اقدر ان انا اوفر له وظيفه. في دفاتر موجوده لابناء، الدفتر ده بيكون فيه جزء من فلوس تقدر ان هي تساعده لما يوصل لسن قانوني يفتح مشروع، ان هو يقدر يشتري شقه. خلاص احنا ربنا كويس وحطينا فيه الاساسيات الكويسه. لكن مهم جدا على الناحيه الثانيه، المجتمع لازم يكون فيه صوره ايجابيه، احنا مفروض نتقبلهم، نعملهم بشكل كويس علشان ما يرجعوش اسوء. علشان على فكره الاطفال دي مالهاش ذنب، الاطفال دي نتيجه مجتمع للاسف كان ما عندوش وعي، الاطفال دي يعني هقول ايه، ضحايا مجتمع، فلما يرجعوا يعيشوا وسطنا تاني هم خلاص بقوا مؤهلين ان هم يعيشوا وسطنا، لازم يتعاملوا معامله كويسه، مش هناخدهم بذنب من ذنبهم. هو الطفل مالوش ذنب، هو لقى نفسه مرمي تحت كوبري او مرمي في شارع او مرمي. الحمد لله جالنا سياده الرئيس وقال الاطفال دي تبقى ليها مأوى ويبقى ليها بيت ويبقى ليها مكان، لما ترجع وسطنا تاني فابسط حقوقهم علينا المعامله الكويسه. احنا صحيح، يعني حتى كمان للاسف واحد والله في حاجات الواحد بيعجز ان يقولها يعني. صحيح. كمان الدراما يعني اسهمت بشكل مباشر ان هي يعني اظهرت الاطفال بلا مأوى ان هم مجرمين. انا بس عايز ادعو حضرتك تنزلي احدى الدور دي وتشوفي النماذج، تنزلي اي وقت شوفي حضرتك ترصدي بالكاميرا وتشوفي ولادنا وبناتنا اللي في الدور دي عاملين ازاي. هتلاقي اكيد وجهه مشرفه، احنا شايفين يعني، هتلاقي صوره مختلفه، احنا شايفين يعني انشطه وفنون يعني، ويعني ولو انهم مولودين كده. بالمناسبه يعني هم عندهم استعداد واستجابوا معاكم بسهوله للحاجات دي عشان هم حابين ينضفوا، هم حابين يبقوا حاجه كويسه، حابين يكونوا عناصر فعاله في المجتمع. شوفي يعني هم كمان حابين، في جزء كبير بيحب الفن وجزء كبير بيحب الرياضه. الفن والرياضه دول يعني مفتاحين مهمين جدا. بالزبط. وعشان كده المؤسسات دي مش فكره اكل وشرب بس فقط، كان زمان الفكره القائمه ان الدور بتوفر اكل وشرب فقط، دلوقتي بقى في مكان اشبه بمدرسه، بقى في غرفه رسم، غرفه موسيقى، بقى في مسرح زي ما شفنا من شويه، في مكتبه، في ملعب. الهدف الاساسي ان الاطفال يبقى عندهم اوقات فراغ وعندهم مهارات يقدروا ينموها، وده الهدف الاساسي من المؤسسات، ان نقدر نطلع نماذج ايجابيه، اللي بيغني بيغني، اللي بيرسم، اللي بيكتب شعر، اللي بيلعب كوره، وده موجود وفي مدربين معانا بيجوا بيدربوا اولادنا سواء في المزيكا او في الرسم، ده موجود. وده فلسفه جديده لوزاره التضامن، ان يكون في استخدام الفن واستخدام السينما لتعديل سلوك الولاد. ايوه، بدل العقاب لا، في الرياضه، في الفن بنقدر نستخدمها كويس عشان نحسن من مهاراتهم وكمان عشان نحسن من سلوكهم. بالمناسبه ودي عملت شغل ايجابي الفتره الاخيره معاهم. طيب لو في حاله من الحالات وخصوصا الولاد، البنات طبعا مش هنلاقي فيهم الحالات دي، الولاد حد البنات حد كيوت كده مؤدبين ما بيصدقوا يلاقوا الحياه الجميله دي ويعيشوها. لو تعرضنا لحاله، تعرضتوا في المشروع لحاله طفل شاب مثلا، مش هنقول طفل بقى، وصل لمرحله مخدرات او انحراف في السلوك او الكلام ده كله، بتقدر تسيطر عليه ولا؟ شوف حضرتك، احنا عندنا في صندوق مكافحه الادمان والتعاطي ده تابع لمجلس الوزراء، لو في حالات جت ادمان او مخدرات المفروض ان هو بيتم التنسيق مع الصندوق عشان نقدر نقدم الخدمه ليهم ونقدر نساعدهم. وكمان عندنا في بعض الاخصائيين هم مدربين للتعامل في مثل هذه الحالات في بعض الاماكن، فده موجود ونقدر نشتغل معاه. هل التعامل فعلا بيكون بالعنف؟ لا،
مش احنا بس ده لا مش العنف. لان حد كلمني بعد الحلقه اللي فاتت وقال ان هو في ناس كان حد بيتعرض، وانا عايز اقول لها حاجه كمان، والعلاج كان يعني كان بالعنف. بصي لو لازم اتاكد من حضرتك، وكمان يعني انا يعني خط ساخن موجود، لو شفنا اي انا عايز الخط الساخن على الشاشه يا جماعه على طول، يعني التليفون موجود، لو شفنا اي تجاوزات موجوده على طول بيتم التحقيق فيها، سواء مشاكل في دار رعايه او في الوحده المتنقله. الوحده المتنقله بمناسبه فيها جي بي اس، اجهزه تتبع، عارفين موقع. معلش قول خط الساخن تاني. 16 16 439 439. الوحده المتنقله فيها كاميرات مراقبه، فيها جي بي اس عشان نقدر نتابعها ونشوف هي موجوده فين. زي ما قلت من شويه فريق بينزل متابعه بينزل بدون اذن. كمان الخط الساخن عشان لو مواطنين عاديين شافوا حاجه في دار معينه، شافوا حاجه في انا عايزه فريق الاعداد تحسين او اسلام اتصلوا على الخط الساخن يا محمود، برضو انت يعني قول لي النتيجه بس، شوف في تجاوب هيرد علينا بس عشان نبقى على الهواء. هو من 10 صباحا ل 10 مساء، من 10 صباحا ل 10 مساء يعني هم هيردوا علينا دلوقتي، هيردوا عليكم مش علينا، مش عايزينهم على الهواء عشان ما يقولوش مفبركه. بس قولوا لي ان الخط بيرد عشان احنا حاطين الرقم على شاشتنا. اتفضل. ومهم جدا المجتمع المحيط بدور الرعايه ان هم ينزلوا كتعزيز رقابه مجتمعيه. الرقابه المجتمعيه مهمه جدا ان المهتمين بالقضيه ان هم ينزلوا يشوفوا الدار. بالمناسبه في مساجد داخل الدور دي مفتوحه للمواطنين، فبكل سهوله ممكن المواطنين يشوفوا دار الرعايه، يشوفوا الخدمه المقدمه للاطفال، الاكل، الشرب، المكان، كل ده متاح للناس العاديه ان هي تشوفه. في استجابه، الرقم رد على طول، ويحط الرقم وهي حاجه حلوه. مش تشكيك في حضرتك، ولكن ارقام كتير جدا بنجيبها وبنعرضها للناس ومحدش بيرد. لا احنا بجينا احنا لازم عشان نحط ونشيل المسؤوليه، فلازم احنا نجرب بنفسنا ونرقم رد بسهوله. بجينا بلاغات كتيره بمناسبه على الخط الساخن، يوميا بجينا بلاغات، بجينا كمان سوشيال ميديا. ده برضو كام بلاغ تقريبا في اليوم؟ لا ما عنديش احصائيه دقيقه. ممكن ابعتها لحضرتك برضو تنوعي عنها. لا مجرد بس يعني بس بنطمن يعني. وبيجينا بلاغات برضو والسوشيال ميديا برضو بيبعتوا لنا دايما. طبعا عارفه السوشيال ميديا. لا انا هتابع معاكم على فكره بصفه دوريه، انا عايزه اتابع الموضوع. احنا عندنا صفحه على الفيسبوك برضو، اي بلاغات بتبعتوا لنا الفريق بينزل في نفس اليوم بيتخذ اللازم، في نفس اليوم بيكون في رد. الطفل لو موجود في مكانه على طول الفريق بينزل ياخده. احنا دايما بننشر الصور وبنبلغ، واحنا عندنا جمعيه ثانيه مش هنعلن عنها دلوقتي عشان ما نحرقش، نعمل معاهم حلقه نفس الموضوع ولكن مش للاطفال، هنعلن عنها في حلقات جايه كتير عشان نعرف ان كلها حاجات حلوه وكلها تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه اللي قال ان ما فيش حد فوق القانون. وما فيش حد فوق القانون والله. بس انا عايزه اقول لكم حاجه بسيطه، ارحموا عزيز قوم ذل. يعني ايه؟ يعني لما تلاقوا حد مريض على كرسي متحرك، زي الرسالة اللي جات لي من كام يوم من صديق ليا، إن الناس بيعملوه على إنه متسول. هو مريض، ربنا ابتلاه، وكان ممكن يبتلينا كلنا ويبتليك ويبتليني، يبتلي أي حد. ده ابتلاء من ربنا، المرض ابتلاء من ربنا، فنتعامل معاه بإنسانية، نرحمه. يعني كفاية إن ربنا ابتلاه بمرض، حضرتك بتتحرك وبتروح وبتيجي وهو قاعد على كرسي متحرك ما بيتحركش. ما تخليش يبقى فيه حقد بينه وبينك، خليه يحبك، خليه يحب ينزل الشارع. ما تخلوش يقعد ينعزل في بيته او في المكان اللي هو فيه ويجي له اكتئاب ويموت من الاكتئاب. يبقى في عندنا رحمه عشان احنا مشهورين ومعروفين بالرحمه. لما يتصل بيا مريض، صديقي على الصفحه وحبيبي البرنامج وانا بجد على المستوى الشخصي عنده افكار جميله جدا، ويقول لي يا استاذ انا مش هنزل الشارع تاني عشان بيعملوني على اللي متسول، انا عايز اعرفهم ان احنا قاعدين على كراسي ولكن مش متسولين. انت مش متسول، انت ربنا جاب لنا قطعة من الجنة وقال الإنسان ده اللي ما بيعملش حاجة في حياته غير إنه قاعد على الكرسي ده من الجنة. اللي عايز يكسب الجنة يكسب الإنسان ده. هم عايزين يخسروا الجنة، هم حرين، دي مشكلتهم مش مشكلتك أنت. فيا ريت يبقى في عندنا رحمة بالناس دي لما نقابلهم في أي مكان. هم ليهم الأولوية في كل حاجة، من حقهم إن إحنا نشيلهم ونساعدهم ونلعب معاهم. مش هنطول في الموضوع، هنرجع تاني للأستاذ حازم. عايزين نتكلم بشكل اوضح عن المسرحيه او العمل الفني اللي الاستاذ علاء مرسي اتكلم عليه الحلقه اللي فاتت، ولكن خلينا نطلع فاصل، انت اكيد تعبت. يلا بينا يا شباب نطلع فاصل. رجعنا لكم تاني ونرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ حازم الملاح، اهلا بيك. مراسل الشرقية وصل معنا حازم سالم، مراسل برنامج حاجة حلوة من الشرقية. ألو حازم. أهلا حازم، إزيك عامل إيه؟ الحمد لله والله يا فندم.
حازم طمني على اهالينا في الشرقيه، ايه اللي حصل النهارده يا فندم؟ محافظه الشرقيه بصراحه استيقظت على خبر حزين، وهو وفاه مرضى في وحده الغسيل الكلوي. الصوت مش واضح، ارفعوا لي الصوت شويه. يا فندم كام العدد، كام يا حازم؟ 3 حالات وفاه يا فندم. 3 حالات. تمام يا فندم. سمعت ان الموضوع اكبر من كده يا حازم، هل انت العدد ده متاكد بالنسبه لك؟ نعم يا فندم. العدد ده متاكد يعني اكيد بالنسبه لك، لان احنا سمعنا ان الحالات اكتر من كده. تمام يا فندم، هو العدد في الزياده يا فندم، تم تحويل 11 مصابا. طب حازم حازم خليك معايا، ما تقفلش يا حازم، خليك معايا. معانا الاستاذه زينب سالم عضو مجلس النواب عن الشرقيه. الو الو، الاستاذه زينب ازاي حضرتك؟ اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيكي في برنامج حاجه حلوه. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف اللي حصل النهارده في الشرقيه ده، وصلنا لايه او ايه اللي تم فيه؟ والله النهارده كان يوم يعني بالنسبه للشرقيه يوم فارق ويوم هايل. احنا بنرجع بنعيد تاني يعني افتتاح لاثارنا، اثار الشرقيه. لا حضرتك، احنا بنتكلم في موضوع ديار بنجم يا فندم. انا ماشي يا فندم، معلش انا اسفه، اسفه لحضرتك، انا افتكرت الاعداد بلغوكي. قالوا لي ان احنا نتكلم في اثار ثون. لا 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 لا، احنا بنتكلم، احنا متصلين وبنتكلم النهارده في موضوع ديار بنجم. تحت امرك برضه، اتفضلي موريني حضرتك. احنا بنسال عن اللي حصل عند حضرتك في ديار، في مستشفى ديار بنجم في وحده الغسيل الكلوي. والله انا يعني نما لعلمي ان كان في امبارح كان في صيانه في الاجهزه. ايوه، واعتقد ان اجهزه التحقيق كلها دلوقتي موجوده، والوزيره هناك والسيد المحافظ. وحضرتك عضوه مجلس نواب عن الشرقيه وعن ديار بنجم ولا مركز تاني؟ انا يا فندم عضو مجلس نواب عن مصر كلها. مصر كلها طبعا، اصل تخيلنا ان تكون حضرتك هناك يعني، عشان كده اتصلنا بحضرتك نعرف الصوره واضحه. لا، وده امر جلل وامر يخصنا جميعا. اكيد طبعا، وطبعا دي لو اي مقصر لازم سيحاسب بالقانون طبعا. ولكن فعلا كان في يعني استجابه سريعه من وزيره الصحه، وكلهم انتقلوا لهناك فعلا، والسيد المحافظ ومدير الامن. بالتاكيد يا فندم، احنا عندنا تغيير في كل حاجه الى الافضل، يعني اعتقد ان حدث زي ده لازم. والله حضرتك انا مش شايفه تغيير للافضل باللي بيحصل ده للاسف، يعني ازاي اجهزه ما تتجربش؟ يعني حضرتك شايفاها ازاي؟ تغيير في القيادات يا استاذه، انا بقول لحضرتك ده حدث جلل حصل، وفي تقصير من بعض القائمين على الامر، وكله سيحاسب طبعا. يعني حضرتك هتعملي طلب احاطه او استجواب في الموضوع ده؟ اكيد بالتاكيد. هيكون لمين؟ هيكون لمين؟ هتخاطبي مين حضرتك؟ حضرتك احنا لازم نعرف مجريات الامور كلها، ونطلع عليها من وزاره الصحه. ايوه، ومن مديريه الصحه في الشرقيه، ومن مستشفى ديار اللي حصل فيها المشكله دي. أي. طيب ان شاء الله نتمنى الشفاء لمرضانا، وربنا يرحم المتوفين منهم. وهستغل الفرصه وبرضه اسال حضرتك على موضوع اثار صاني الحجر. والله النهارده يعني كان يوم عالمي برضه بالنسبه لاثار مصر على العموم. احنا بننتقل نقله نوعيه، ان احنا الاثار مش في ابلي بس، او في الاقصر، او في الجهه الصعيد فقط. أيوة. احنا النهارده حضرتك في مدينه بمنتهى الجمال كلها اثار، والاجانب حتى النهارده والسفره كان عندهم كم من الابهار. حضرتك كان لازم حضرتك كاميراتكم تيجي تشوف المنظر الهايل. والله حضرتك احنا اللي جالنا ان اهالي الشرقيه زعلانين ومش عايزين ده يحصل، وبيقولوا سرقه التاريخ وحاجات كده. لا يا فندم، انا اسفه جدا، انا من الشرقيه وانا كنت هناك. لو بيوصل لحضرتك من بعض الناس، لازم حضرتك تغطي الحدث من مكانه وتشوفي قد ايه الناس فرحانه، لان ده نقله جديده ليهم في التنميه، وان مدينه صان الحجر ان هي تنس يسلط عليها الضوء من الدوله، ده شيء احنا كنا منتظرينه من سنوات ما تحققتش الا الايام دي. وكمان ضوء عالمي، لما كل العالم يعرف ان صان الحجر تعتبر العاصمة الثانية لطيبة، دي أعتقد دي طفرة كبيرة ونقلة نوعية. دي حاجة حلوة في البنية الأساسية، دي حاجة طبعا. حلوة في برنامجنا، حاجة حلوة أساسية للآثار بتاعتنا. أيوة، الأستاذة زينب سالم أهلا بيكي، نورتينا في برنامج حاجة حلوة، وإن شاء الله أكيد لينا مداخلات تانية كتير.
شكرا لحضرتك حازم سالم مراسلنا في الشرقيه. قفل معلش انه بيغطي الاحداث، لكن هنجيب لكم باقي الاحداث بعد كده. نرجع لضيفنا النهارده الاستاذ حازم، اهلا بيك، معلش طولنا عليك. كنا عايزين نتكلم عن الموضوع الفني اللي هيتعمل بين المشروع وبين اللي اتكلم عنه الاستاذ علاء مرسي. كنا نتكلم عنه احسن هو من علاء مرسي، وعنده مشروع خاص بعمل اوبريت فني بيضم الولاد والبنات اللي داخل المؤسسات. هو بالفعل احنا قعدنا معاه، هو زار المؤسسات وبدا يختار عناصر اللي هي تقدر تقدم الاوبريت. عمل اكتر من بروفه الفتره اللي فاتت، احنا في محل الان للتحضير. مين صاحب الفكره؟ هو الفنان علاء مرسي. هو كان عايز بولادنا دول يعمل لهم حاجه فنيه قويه. ايوه. ايه علاقته اصلا بالولاد يعني، او ازاي تواصلتوا مع بعض؟ شوفي، هو كان قبل كده كان عامل عرض كبير مع بعض الشباب قبل كده. ايوه. فهو حب بقى يبقى فيه حاجه تحت مظله الدوله، تبقى حاجه فيه استمراريه ليها. ايوه. فعشان كده احنا عمل المبادره. عمل المبادره واتقابلنا مع بعض في الوزاره وقعدنا. في الحقيقه هو شخصيه جميله جدا. اه طبعا. متعاون. شخصي وحد جميل. حد جميل وكمان تحياتنا ليه طبعا، مهتم بالعمل العام. مهتم جدا بالقضيه كمان. بمناسبه هو يعني تقريبا احنا يوميا بنتكلم، هو فعلا واخد الموضوع ده محمل الجد. ومش كتير بمناسبه، مش كتير ب يعني في ناس بس بتاخد اللقطه او بتتكلم لو في لازم مقابل. في لازم مقابل. في بعض الناس احنا كلمناهم انا هاخد كام، فطبعا ده بالنسبه لنا صدمه، لان ده عمل انساني بالاساس. هاخد كام من مين؟ فدي الفكره. فطبعا لا بس احنا تعرضنا اللي هناخد كام دي كتير. شردكم ده، شردكم على الهوا، بلاش، ربنا امر بالستر. فحاليا احنا بنجهز للاوبريت، احنا بدانا بروفات وان شاء الله هيكون في اوبريت كويس، ونعزم حضراتكم ان شاء الله كلهم موجودين، وهتلاقوا اولادنا اللي في الدار. أكيد حاجه أكيد فنيه. اكيد هنغطي الحدث، اكيد لازم اغطي الحدث ده، لان فعلا الموضوع انا حباه جدا ومبسوطه منه، فعلا حاجات حلوه كتير. معانا الاستاذ رامي خزيم المستشار القانوني البرنامج حاجه حلوه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رامي، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك استاذ شيماء؟ الحمد لله. تحياتي لحضرتك وللبرنامج طبعا. تحياتي ليك، وبنشكرك على دعمك وتلبيه واتصالك بينا وتواصلك بينا عشان تتبنى الموضوع وتتبنى البرنامج قانونيا، بجد بنشكرك على الهوا. ربنا يخليكي. انا بس كنت عايز اقول بس حاجه، انا بلوم على الناس اللي هي بتنتقد حضرتك، انا حضرتك بتطلعي سلبيات في المجتمع. استاذ رامي، اما يا ريتهم بس انتقدوا، ده هم سبوني يا استاذ رامي. ما انا عارف دوت، بس انا بتكلم في ان الحاجات دي موجوده بالفعل في المجتمع. أيوة. المفروض الناس تدعمك، المفروض الناس تقف في صفك وفي ظهرك عشان خاطر الحاجات ديت نقدر يعني نحكمها، لازم نقضي عليها، او حتى يعني نقننها شويه، ما تبقاش على الملأ. ده اللي كان الفكره كانت بتقول كده. لا لا، ما تبقاش موجوده خالص. ليه تبقى موجوده على الملأ او تبقى موجوده في الدائره حتى؟ المفروض يعني اذا بوليتهم فاستتر ومش على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعني المفروض ان حاجه زي كده تبقى مختفيه تماما في مجتمع شرقي زي المجتمع المصري. طبعا احنا بينا وبينهم القانون، احنا بلاغتنا موجوده، وان شاء الله هنقوم معاهم بكافه الوسائل القانونيه، وان شاء الله هنتخذ ضدهم اجراء قريب جدا. تمام، على الهوا يا جماعه. والمستشار رامي خزيم بيعلن ان احنا بناخد الخطوات القانونيه، وان الموضوع مش فبركه، وان الموضوع الهدف منه هو يعني التوعيه وعرض الموضوع على المسؤولين، وده دورنا، واحنا ما بنعملش غير دورنا. احنا بنأدي دورنا، بنجيب المشكله وبنعرضها للمسؤولين، واحنا هنبلغ وزاره الصحه طبعا. والنائب العام زي ما قلنا، احنا عملنا بلاغ رسمي على الهوا للنائب العام، ولازم هنتابع الموضوع من خلال المستشار رامي، وهنبلغكم بكل جديد فيه. استاذ رامي، بنشكر حضرتك مره ثانيه، اسعدتنا بمداخلتك وبانك المستشار القانوني الحاجه حلوه. استاذ خالد، استاذ خالد، برحب بحضرتك في برنامج حاجه حلوه. استاذ حازم، سوري ام انا متكلمه. اصل الموضوع ده ألمني جدا، موضوع حضرتك موضوع ألمني جدا. رد الفعل لبعض الناس، مش كلهم، لان مشاهديني بجد شجعوني وقالوا لي استمري ولازم نقضي على الفساد بالفعل، ولكن في بعض الاشخاص مش عارفه اقول ايه، مش هقول عنهم حاجه. طب عايزين بقى سؤال كده في عجاله قبل ما نختم مع حضرتك، مستقبل اولاد او مستقبل مشروعنا رايح لفين؟ شوفي حضرتك، احنا المفروض زي ما قلت من شويه، المجتمع ده شريك اساسي معانا، بمعنى ان اطفال موجودين في الدار بيتعلموا من اهلهم، بعد فتره هيتم دمجهم في المجتمع مره اخرى، وعشان كده المستقبل بتاع الاولاد ده يعني يتحمل جزء كبير منه المجتمع.
لان هذه المؤسسات بتؤهل الابناء داخل هذه الدور. المرحله الثانيه ان المجتمع يقدر هو يتقبلهم، بمعنى ان الطفل او الابن لو راح قدم في وظيفه فيتقبل، لو راح ارتبط فيتقبل. طب لو حد فيكم ما اتقبلش يتصل بيا. ولادنا اطفال بلا مأوى، لما تروحوا تقدموا على وظايف وتترفضوا عشان انتوا طالعين من دار رعايه، اتصلوا بيا. فده مهم، ويعني صدقيني لما تسمعي كلام اولادنا في المؤسسات، لا هم يشعروا بازمه نفسيه تجاه المجتمع. استاذ حازم الملاح، شرفتنا واسعدتنا في حاجه حلوه، وان شاء الله لينا لقاءات تانية كتير ان شاء الله، مش اول ولا اخر لقاء، احنا لينا لقاءات تانية كتير. ومع نهايه فقرتنا النهارده هنكون بننهي موسم برنامجكم حاجه حلوه، وانتظرونا الاسبوع الجاي السبت الجاي الساعه 4 وبرنامج جديد واسمه تفاصيل. تفاصيل مش عايزه احرقه، هو برنامج جديد بفورمات جديده بافكار جديده خالص. كل اللي اقدر اقوله لكم ان هو ما فيهوش دي كوسه ولا دي.